السلام عليكم بنات، كديري؟ لاباس عليكم؟ نتمنى ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير. كما كتلاحظوا معايا البنات، غادي نوريكم الطريقه ديال كيفاش غادي نصاوب ان شاء الله هاد الجلابه. غادي نصاوبها بالشرك، وغادي نوريكم ان شاء الله مرحله بمرحله. كاينه المرحله الاولى والمرحله الثانيه، ان شاء الله المرحله الثالثه اللي غادي نوريكم. نتمنى تنال الاعجاب ديالكم هاد الطريقه هذه اللي غادي نوريكم. المهم، عندي هنا العقيق كما كتلاحظوا معايا، عندي العقيق كبير وعقيق صغير ديال الزمرد، وغادي نبداو ان شاء الله على بركه الله باش نوريكم الطريقه ديال الخدمه. المهم، عندي هنايا الخيط، غادي نخدم بالخيط ماشي بالصبره، وغادي نبداو ان شاء الله. عندي هنا الابره، درت فيها الخيط مضوبل على جوج، وغادي نبداو في الخدمه ديالنا. غادي ناخدو عقيقه كبيره وناخدو عقيقه صغيره. ممكن ما كتلاحظوا معايا، غادي نشدو مزيان الخيط، غادي نحكمو مزيان باش طلع لينا الخدمه ديالنا زوينه. وغادي ندخلو هذيك البره، ندخلوها في هذيك العقيقه، نضربو في الثوب وندخلوها نيشان في العقيقه. وناخد واحد العقيقة اخرى، واحدة كبيرة واحدة صغيرة. وغادي ندخلو البرا ديالنا، نضربو في الثوب ونمشيو نيشان لهاديك العقيقة الصغيرة. نتمنى تكون الخدمة اللي غنوريكم ان شاء الله واضحة. ودغيا الا بغيتو الجلابه ديالكم دغيا تدخلوها، دغيا تخدموها، عفوا تخدموها في معلقه صغيره. الرنده البنات، الرنده راه صعيبه صراحه في الخدمه، وكتطلعش دغيا. هاد الطريقه اللي غنوريكم ان شاء الله، الطريقه غادي تخدموا بها الجلابه ديالكم بسرعه. هاد الطريقه هادي زوينه بزاف، وكتطلع جلابات تطلع أنيقة صراحة. دي غادي ناخد عقيقة كبيرة وناخد واحدة عقيقة صغيرة، وغادي نهبط الجلابة ديالي حتى الاخر. المهم بحال هكا كما كتلاحظوا معايا، نهبطها الهبطة كاملة. غادي ندخل العقيقة ديالي، البرا في العين ديال العقيقة، ونزير مزيان الخيط باش تطلع الخدمه ديالي واضحه وزوينه. نتمنى يكون واضح الدريس ديال هذا النهار هذا. ان شاء الله غادي نوريكم طريقه اخرى اللي غادي ندير. كما كتلاحظوا معايا، انا غنهبط الهبطه كامله. المهم، غادي نشد انا الخيط، خاصكم ضروري تحكموا هذاك الخيط، شدوا بحال هكا، دوروا على صبعكم ودخلوا البره ديالكم نيشان في العقيقه. راه دغيا تطلع هاد الخدمه ان شاء الله، دغيا تطلع لكم اللي بغيتو الجلابه ديالكم تحضر دغيا. هذه هي الخدمه اللي غادي تطلعوا بها ان شاء الله الخدمه ديالكم. نتمنى تنال الاعجاب ديالكم هاد الخدمه هذه، وانتظروا فيديو جديد ان شاء الله نوريكم كيفاش غادي تشاركوا هاد الجلابه. وبقاو معايا ان شاء الله، تالفيديو الجاي ان شاء الله. دمتم في امان الله.